جولة ثقافية وفنية منبلشها هلأ، ودايما مع اقتراب شهر أيلول بترجع الحركة المسرحية شوي شوي بتنشط ببيروت والمناطق. اليوم رح نحكي عن عمل مسرحي جديد بعنوان قفص، هالعمل يلي صدر كتاب سنة 2014 وهو من كتابة جمانة حداد، إعداد وإخراج لينا أبيض. وبطلات قفص الخمسة هن ضحايا الخبث والجهل والمعايير المزدوجة يلي بتنحل الكتار من مجتمعنا. والبطلات هن رندا كعدي، مارسيل أبو شقرة، دارين شمس الدين، ديما الأنصاري، وميرا صيداوي. عروض هالمسرحية بتنطلق بأربعة أيلول وبتستمر لغاية 31 تشرين الأول على خشبة مسرح المترو المدينة كل أحد وتنين المساء. من المسرح رح منتابع مع مواعيدنا ومننتقل إلى ميروبا ومهرجانات ميروبا يلي بتستقبل بكرة أمسية فنية بتجمع الفنان نادر الأتات والفنان وائل جسار. فرحتي لما رجعت بيدعي معهد القديسة رفقة للموسيقى إلى المشاركة بحفل توقيع مقام العود، إعداد كتابة وتأليف الفنان شربل روحانا. الموعد بسبعة أيلول بالحديقة العامة لمدينة جبيل على الساعة 7:30 المساء، ورح بيكون كمان في لوحة موسيقية بعنوان دوزان من مقام العود تجمع شربل روحانا وإلي خوري. منتابع إلى مهرجان من ضيعتنا، هالمهرجان يلي بتستقبله ضيعة عين تورة المتن للسنة الأولى، وضمن المواعيد محطة ب 26 آب مع الفنان جوزيف عطية. من مهرجانات عن طورة المتن مننتقل إلى مهرجانات بعلبك الدولية، وضمن المواعيد المقبلة موعد ب 26 شهر مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. ومهرجانات بعلبك الدولية بتختتم فعالياتها ب 28 شهر مع الفنان البلجيكي جوزي فاندام. رح ننتقل هلأ إلى خبر بهم كل محبي موسيقى الروك، وإلى الموشن بالكاسليك اللي رح يستقبل نشاط ب 27 شهر. هالنهار الطويل ببلش على الساعة 1 الظهر وبكفي لغاية منتصف الليل بعنوان Summer Fusion 2016، وهو كونسرت لموسيقى الروك بيجمع 13 فرقة روك لبنانية مثل بيج بلو، باندج، بلاكيوم، أنيوريزم وغيرهم. ورح بيكون كمان في مجموعة من الووتر جيمز والبونجي جامبينج. جولتنا الثقافية والفنية وصلت لختامها، كيف عم بيكون وضع الطرقات حاليا؟ خلينا ناخذ فكرة مع جوال. وقال بعد ما اجت لك انا رح منكفي مع جهز الاتصال. الو، صباح الخير. ايه بونجور، مين معي؟ يعطيك العافيه، المؤهل محمد ظاهر. ايه يعطيك العافيه، تفضل حطنا اكثر بتفاصيل وضع الطرقات حاليا، كيف عم بيكون؟ مبدئيا عندنا حركه صباحيه ناشطه الى كثيفه على مداخل بيروت 3، بنبلش مدخل الشرقي حركه سير ناشطه مطريه، نزولا باتجاه المدرسه الحربيه الصياد، ما في اي عوائق.
المدخل الجنوبي حركة سير ناشطة من أوتوستراد النعمة باتجاه خلبي إلى كتيفي على أنفاق المطار وطبيعية باتجاه الوزيعة. نعم. المدخل الشمالي حركة سير ناشطة من الكازينو إلى كتيفي على جسر السرايا حتى محول عجلتون، تتحسن من محول عجلتون باتجاه نفق نهر الكلب، ترجع لنا كتيفي من أبي صيد بي تتراوح بين كثيفة وناشطة من انطلياس باتجاه الكارنتينا. نعم. الإشارات خباز اتحاد جديدة حركة سين ناشطة من محول نهر الموت باتجاه الصالومة. مستديرات مبدئيا طبيعية باستثناء الصالومة باتجاه الحايك حتى جسر الواطي. بالنسبة لحركة سير داخل عاصمة بيروت مثل عادي، كورنيش المزرعة حركة سير كثيفة من البربير باتجاه ثكنة الحلو، وجسر الكولا حركة سير ناشطة إلى كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سلام. نعم. هيدا بالنسبة لحركة السير. طيب. بالنسبة لإحصاءات حوادث السير. بالنسبة للإحصاءات يعني تسجل عندنا 6 حوادث نتج عنهم 11 جريح وقتيل من جراء حادث صدم منطقة حرش القتيل طريق المطار. نعم نعم. وبالنسبة لإحصاءات أو محاضر السرعة. محاضر السرعة تسجل عندنا ضمن 24 ساعة 775 مخالف السرعة. نعم نعم. نحن نتشكرك على كل هالمعلومات المؤهل أحمد محمد ظاهر، ونتمنى لك نهار حلو. تحية لك ولكل عناصر غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. بنتوقف هلا مع بريك تاني ومن بعده بنتابع أخبار الصباح. تلكم معنا.